السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد المخرجات المفروض اللي أنت تستخرجها من نتائج السوات هو السبيشال أناليسيس، التوزيع المكاني للرنوف للجريان السيحي أو الجريان السطحي ضمن الووتر شيد الجابي اللي خاصة بك. أنت لازم تسوي كونتريبيوشن لكل، مثل ما نعرف إحنا الصب بيزن الووتر شيد من تسوي لها تحليل، أنت بالووتر شيد دلينيشن راح يقسم لك الجابية إلى صب بيزنات صغيرة، تمام؟ هاي الصبيزنات الصغيرة حسب عددها، هسه انا هنا ذاكرة 29 العدد اللي عندي during the simulation period، خلال فترة لما احنا نسوي محاكاة للجابية بالنسبة للواقع الفعلي. were investigated based on calibrated SWOT model. one of the critical parameter of any watershed هو شنو هو evaluated of effective، حتى احنا نسوي يعني efficient water management، يعني شلون انه اداره مائيه كفؤه او sustainable water resource management. لازم نعرف احنا شنو الرن اوف ديبث، العمق الماء السيحي او عمق الماء السطحي، احنا نسميه الووتر يلد، تمام؟ اللي هذا سندوا دار العلماء. انا ما اريد ادخلكم بفلسفه الموضوع، يعني بمجرد تعريف اول ليش انا دا ارسمه. السباشيالي ويتد افريج انوال رن اوف ديبث كونتريبيوشن لكل سب بيزن راح يعني خلال فترة من النمذجة بالمليمتر، طبعا هو اكيد يقاس لك اياه باستخدام برنامج جيوغرافيك كوردينيت سيستم، يعني الجي اي اس انفورميشن سيستم، راح ابين لكم اياه شلون تقدر انت تمثل هذا وترسمه. اول شيء تروح تفتح صفحة اكسل، صفحة اكسل تجي تكتب بيها سب بيزن، انت منطقة دراستك مقسم لك اياها الووتر شيد ديلينيشن، صار بيها كم سب بيزن؟ صار بيها 29، هسه اذا تحسبها 29 منين اطلعها؟ من يطلع لك هنا ووتر شيد الاصلي تروح تقول له ليبل بروبرتيز، تدخل عليه بصوره عامه هنا، لو مثل اللي تدخل هناي تدخل عليه بصوره عامه، لاحظ هنا هسه راح اسوي لك اياها اني هنا سب بيزن، كم سب بيزن عندي؟ اقول له اد ال فاليو، لاحظ ابلاي. انا بالمناسبه انا فعلت هنا، هسه احد يسالني شلون الارقام ظهرت هنا، تروح على ليبل تفعلها وتقول له اختار الصب بيزن، راح تلقائيا يعطيك ارقام الصب بيزنات بدون اسماء، تمام؟ هاي ارقام الصب بيزن من الليبل تفعلها، تختار هذا الاشاره تاشر عليها وتختار منها صب بيزن، راح ينطيك التقسيمات مال الصب بيزن. انت في مثل ما فتحت الاكسل هسه كم صب بيزن عندي؟ 29، تمام؟ اوكي، تروح تطلع من تسوي سوات ران، تسوي ران للبرنامج الخاص بك، تطلع السنوي اليرلي، تختار لأي سنة السنوات كلها وبعدين تاخذ لها افريج. هسه انا اخذت من 85 لل 88 وسويت لهم افريج، تمام؟ خرجت لكل الصبيزنات. بعدين سويت ريد سوات اوتبوت، بالمناسبة حتى يطلع لك النتائج تضغط على هاي امبورتنت، تختار اني يهم الريش، تختار وياه فد ثلاثة مثلا وتقول له امبورتنت، يلا السيفة، لان اذا ما قلت له الشكل ما ياخذه مثل ما انت تريد. ضروري تنتبه لهاي الفقرة، يعني جوز انت مثلا بالرنة السابقة مطي غير سنوات، بهاي الرنة طيت هاي السنوات، اذا ما قلت له امبورتد فايل ما يخرج لك السنوات اللي انت ردتها، لازم تقول له هاي الفقرة من تسوي ريد سوات اوتبوت. ولو راح اسوي لكم اياها فيديو منفصل احسن، حتى واحد يعني تنفصل عن هذا الفيديو. احنا هسه بغض النظر عن هذه الموضوع، تجي انت من تسوي ريد سوات اوتبوت تخرج النتائج، رحت انا خرجتهن ضمن السوات اوتبوت، فتحت الاكسس، اروح اختار الير من نصب بيزن، سلكتها خليتها هنا، سلكت الير الاريا بالكيلومتر تربيع، سلكت الانفلو او الاوت فلو، تمام؟ هو هذا عندك الجريان السطحي، بس هذا بيش مقاس بالمتر تكعيب على السكند، تروح تضربه في بحيث تخليه سنوي كفوليوم، تضربه في 60 في 60 في 24 في 365، الدور تقسمه على الاريا، الاريا هاي بالكيلومتر تربيع بحيث يبقالك بس بالمتر الديبث ران اوف، بعدين الضربه في الف يتحول للملم، تمام؟ يعني تحويلات اعتياديه، يعني ماكو شيء انه انت تلقى الديبث عمق الجريان السطحي جاهز، ماكو هيك شيء، تمام؟ تروح على الاوتبوت مال الاكسس، عندك الاريا موجوده وعندك الفلو موجود، مجرد هذا الفلو تحوله الى يعني لاحظ هسه انا راح اسوي لك هذا الشيت الاصلي، شوف الشيت الاصلي، جبت الصب بيزن، جبت الاريا بالكيلومتر تربيع، حولتها للمتر تربيع. الانفلو عندي الفلو هذا بالمتر تكعيب على السكند، ضربته في 60 في 60 في 24 في 365، بعدين قسمت هذا الرقم على هذا الرقم بالاريا، طلعت الديبث بالمتر،
بعدين ضربته في ألف حولته للملم. أنا أريد الدبس بالملم، تمام؟ هاي لكل الصبيزنات، هاي تستخرجين، هذا ضروري جدا. أوكي، هسه نجي وراها، شلون أقدر أنا آخذ هذا الصبيزن، هاي القيم، أدخلهن للآرك جي آي إس بحيث ياخذن، لأنه ما يطلع ليهن، تروح على الووتر شيد مالتك اللي أنت حللتها، مو راح يحلل لك الجابية ويطلع يقسم لك إياها لا صبيزنات فرعية صغيرة، تروح عليها تضغط هنا على خيار اسمه بروبرتيز، مو تروح اكو خيار اللي فوق اسمه اوبن اتريبيوت تيبل، اوبن اتريبيوت تيبل، هذا راح يفتح لك الجدول الخاص بهن، منطيك كل التقسيمات، منطيك الصبيزنات ايضا، شنو تسوي انت من منطيك تاخذ اي واحد من عندهم، اي واحد لا على التعيين، هذا مثلا اني اخذ، انا ما احتاج مثلا هذا بي نيم اخذه اروح لهنا، انا هذا رتبته بعد ما احتاج، سويت بس صبيزن وديبث، ليش هاي بس هنا اكملت الاجراءات، فتحت شيت ثاني سويته صبيزن وانوال ران اوف ديبث بالملم، فاخذت هذا سلكته كله، قلت له كوبي هذا الجزء سلكه كله، قلت له كوبي، اوكي بعد ما قلت له كوبي رحت للارك جي اي اس، شو اسوي؟ لاحظ منا تروح تفعل الاديتر، إذا ما لقيت الإديتر تضغط هنا بهذا الجزء الفارغ هنا، تروح تضغط على هذا الصح تتفعل لك الإديتر، إذا ما متفعل عندك، وإذا متفعله رأسا تروح لها على هذا الخيار مال الإديتر، هاي هنا لو قلت أنا ستوب إديتنج مثلا، أروح على أقول ستارت إديتنج، يقول لي إيش تختارين؟ أنا ضمن من راح تصير العمليات ضمن الووتر شيد، تمام؟ هسه اتفعلت، أروح لهنا هذا مثلا أمسحه، أقول له مجرد ما إنه تفعل الإديتر الخاص بي، هسه انا اقدر اكتب بي، اقدر من هنا اختار واسلك اقول له بيست، يعني اقدر هنا مثلا اكتب اي رقم، تمام؟ انتقل للرقم الثاني بحيث يكون انطى لكل صبيزن، انت تعرف اول رقم مطيك اللاتيتيود واللانجيتيود مالته، تمام؟ فتقعد تكتب تقول له كوبي بيست تلقائيا من هنا تضغط عليه يطلع لك خيار الكوبي بيست. هسه انا ايش سويت هنا؟ ايش حولت بالاصل؟ حولت هذا الهايدرو اي، هذا حولته، ضغطت عليه انطيته كوبي بيست سلكته، او تجي على رقم تكتبه، يعني لاحظ احد يسالني وين اسوي كوبي بيست، هنا تضغط، مو تضغط بالاعلى، هنا تضغط مثلا تقول له انه الكوبي هاي بعد ما سلكته تضغط البيست، يعني مو تضغط من الاعلى، يعني ورا ما تسلكه هذا كله، شوف هذا السلك كله، هذا السلك كله، شلون اطبعه؟ مو هنا بالاعلى تطبع كوبي، يطلع لك خواص هذا الحقل كله الفلد، فش تسوي؟ تختار على اي واحد من المربعات اللي تسلكت تقول له بيست، راح ينطيك الارقام اللي انت اختاريتها، لاحظ طاك الارقام اللي انت اختاريتها، بعد ما ينطيك ياهن تروح على هذا تقول له سيف اديت، تمام؟ انا بما انه ما احتاج اني اسوي الذنب بس لتعلمكم بهن دا اقول له ستوب اديت، دو يو وانت تو سيف يور اديت؟ نو. اوكي هسه نرجع لهنا نغلق الاتريبيوت تيبل، هاي ضروري منين سويناها من الاتريبيوت تيبل، تروح بعد ذلك على الووتر شيد، بعد ما تروح على البروبرتيز، تمام عيني؟ لان هذا موضوع السبيشل مال الديبث ران اوف ما تلقاه جاهز حتى ترسمه، لازم هاي الخطوات اللي خاصه بي، تروح بعدين على السمبولوجي، افتر ذات تروح على اللي بي كلاس تصنيفات، هذا كوتريجياس بي راح يعطيك جريدد تدرج بالالوان، تختار اول شيء انت شنو تريد، انا شنو بدلت هناك، بدلت الهايدرو اي دي، تمام؟ كم صنف انطي؟ مثلا انا اريد اسوي 8 اصناف، انطي بعد ما صنفت 8 اصناف انطي مثلا الالوان اللي خاصه بي، انا شنو اريد الوان، هاي المتوفره عندك هنا تقدر تختارهن، هاي الالوان بعد ما اختار هاي الديب يمثل لك الديب ترنف والملم، اقول له ابلاي، لاحظ هسه هنا مثل لك اياه، تقدر تستعين به وتقول انه هذا تمثيل هاي الالوان يشمل لي شنو الديبث ران اوف، او تغير الالوان على حسب انت النمط اللي تريده، يعني هسه مثلا اذا اختار لكم الوان ثانيه مثل ما نقول احنا اكثر عقلانيه، هذه الالوان او هذه الالوان، اي الوان ثانيه متوفره، يعني اختيار الالوان يرجع لك يعني على حسب البحث اخراجه، ممكن مرات بصيغه البحث يطلب عندك، لكن هي بصوره عامه احنا نتعلم شلون يعني اختيار الالوان بالتدرج مالتها، فشي راجع للباحث نفسه، لو هسه احنا مثلا نفترض نختارها هذا نقول له ابلاي مثلا لا على التعيين، لاحظ
هاي هسه شو اسوي تلقائيا؟ اللي بين لي الديب ثرانوف هسه لو الغي الريتش ما احتاجه، والغي المونيتنج الاوتلت المونيتنج تيبل كذلك، هسه الغي هاي السبويزنات، شنو اسوي هسه؟ تروح تخرج هاي يعني شلون اخرجها حتى تبين عندي بالسكيب مالتها. هسه اقول له برنت، احولها لاند سكيب. اوكي هسه لاحظ شلون العمل راح يصير بيها. هاي طريقة اخراج بسيطة، انا ما اريد اعلمكم على الاخراج، انا لان مسويت لكم اصلا عليها فيديوهات خاص بالماب لاي اوت ايا كانت، بس اريد انه انطيكم فكرة عامة. لاحظ هنا شوف التقسيمات شلون راح تظهر لك. اول شي تروح هنا انت تسوي انسيرت، تضيف ليجنز خاص بالووتر شيت. هذا الليجنز شنو تسوي؟ هذا السبيشال ديستريبيوشن، اي واحد ما تريده شيله. البيزن ما خلي عادي نو بروبلم، او تشيله. اوكي هسه هنا راح ارفع اخلي بس فقط الووتر شيت. لاحظ التقسيمات شلون راح تظهر لك، لان احد الاشياء المهمه اللي انت لازم تخرجها هو عمق الجريان السطحي. احنا نقول هذا، لاحظ هسه هنا تخرجت عندك بهذه الصيغه. اكبر لك الرسم حتى يصير واضح امامك. هسه هنا الرسم تقريبا نقدر نقول واضح اللي هو خاص بالسبيزن. هسه نرجع الليجنز بس نعدل بيه بروبرتيز. بالجنرال فقط نرفع هذا، وهنا هذا ضمن الووتر شيد. هسه هذا اوكي، نرجع على الووتر شيد نغير اسمها بروبرتيز الخاصة بيها، اسميه الانوال ديبث ران اوف. ران اوف ديبث العفو. واكتب بين قوسين الوحدات اللي خاصة بيه بالملم. تمام هسه تقول له اوكي، خلاص اخذها بهذا الشكل. تروح على البروبرتيز مال الليجنز نفسه، تروح على الايتمز، راح يقول لك هنا تتحكم بالخواص مال الاخراج الخاص النهائية مال البروبرتيز. هذا الموضوع جدا مهم بالمناسبة، تختار اذا اكثر من وحدة عندك تقول له سلكت الله، لكن اذا وحدة هو يسلك لك اياها. يعني اذا ما انطيته سلكت الله وكان عندك اكثر من اوبشن دير يرسم لك اياه، راح ياخذ بس الاولى يطبق عليه. فهسه احنا انطيناه هنا، نروح نرجع على الخط بدنا ننطيه اياه ب، نختاره مثلا 16. هسه نقول له ابلاي بهذه الصيغة ظهر عندنا، أقول له أوكي. هسه هسه هنا مثل ما تلاحظ ظهر عندنا التمثيل الخاص. هاي مجرد إكمال إخراج الخريطة، هذا هو عندك التمثيل. الألوان أيضا تقدر أنت تتحكم بها، لكن هي هاي طريقة رسم التوزيع المكاني أو التحليل المكاني للجريان السطحي ضمن الجابية أو الووتر شيد. ما راح تلقون إلى أوبشن خاص بيه بالمناسبة، هذا الموضوع طولت بيه واي، ويعني أنشأت بنفسي إنه أسوي لكم فيديو خاص بيه، لأن هذا المخرج جدا جدا مهم ضمن مخرجات الريزلت الخاصة بأي برنامج هيدرولوجي تتكلم بيه أنت أيا كان. لو مثلا أنت تريد تتكلم عن تركيز السيدمنت ضمن النهر ضمن الريتش، اكيد راح يقسم لك الريتش الى سب بايزن، فتقدر نفس الخطوات، لكن انت مكان ما تاخذ الديبث تروح على الاكسس اللي خرج لك النتائج، تاخذ السيدمنت، تاخذ مثلا الووتر كواليتي تركيز مثلا في معدن معين، تاخذ الايفابو ترانسبورتيشن توزيع النتح او غيره ضمن منطقه الدراسه. يعني هواي اوبشنات، اي اوبشن انت تريد تستخرج او ترسمه بهذه الصيغه وبهذه الطريقه يكون. إن شاء الله أكون فدتكم بهذا اليوم بهذا الفيديو.
إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن تقدرون تراسلونا على القناة أو تتركونا في إيميل معين، وإحنا إن شاء الله نجاوبكم. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.